نحييكم مرة أخرى عبر عدسة بازيدان برو لتغطية أحداث ربع النهائي هنا في ملعب صدى الملعب وضمن بطولة الدوري التصنيف الأول لرابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالطائف، مع الآن لاعب فريق الساعد اللاعب حمزة الحليفي. ألف مبروك التأهل والوصول إلى نصف النهائي، مباراة كبيرة قدمتوها، سجلت ضربة جزاء كابتن حمزة. إيش السر في هذه المباراة لفريق الساعد الذي يقدم بطولة رائعة جدا مرشح فيها للوصول إلى المباراة النهائية؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ما في سر، ما في شيء جديد، الله يبارك فيك عسك، ما في شيء جديد. فريق الساعد يعني فرقة كويسة، حققت بطولات، كل البطولات اللي تلعب فيها تصل مراكز متقدمة. يعطيك العافية كابتن، خلاص لو سمحت. يعطيك العافية، يعطيك العافية. فما في سر إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله نوعد الجماهير اللي يمكن اليوم يعني والله شوي ما حضر أحد، لكن بيحضرون بإذن الله، نوعدهم بإذن الله البطولة نحققها لهم بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، بطولة كبيرة تقدموها في بطولة الدوري التصنيف الأول لرابطة كرة القدم بالطائف. حمزة الحليفي قدم مباراة كبيرة، الجميع يشيد على أداء حمزة، تألق كبير منك ما شاء الله عليك حمزة. هل هنالك تمارين خارج أرضية الملعب بعيدا عن الفريق؟ والله الحمد لله أبو بتال ومساعد الكرشمي وفيد السبيعي ما هم قصرين علينا، مهيئين تمارين، مهيئين ملاعب نتمرن فيها، فالحمد لله. وزملاء اللعيبة ساعدوني بالنظرة كويسة، اليوم أي لاعب كويس تشوفه على مستوى العالم كله ما يطلعوا كويس إلا زملاء، وأشكر زملائي والله من الحارس إلى المهاجم واللي في الدكة برضه، أشكرهم هم اللي طلعوني والله كويس الملعب. كلمة توجهها لزملائك اللاعبين ولأعضاء فريق الساعد؟ والله ما أقول لهم إلا شدوا حيلهم شوي، يعني بإذن الله بإذن الله البطولة هذه نقول إنها لنا بإذن الله. هل هنالك تطور مع رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالطائف عن البطولات الماضية؟ والله نقول إن شاء الله، بما أننا يعني دوب بادين أكيد بتكون فيه إيجابيات وفي سلبيات، لكن بإذن الله بإذن الله أن نتطور شيء عن شيء، يعني تكون من أفضل الرابطات على مستوى المملكة. كل الشكر لك كابتن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة نقول مبروك لفريق السعد، وهذا لك فرقة الهدف. والله شفت المباراة، أنت لعبنا شوط أول كويس، الشوط الثاني حصل بعض السر، تراجعكم في شوط المباراة الثاني وانهيار كان واضح على الخطوط الدفاعية لكم. والله الفرقة كانوا كويسين، أول الشوط الأول لعبوا بتكتيك مدرب، الشوط الثاني كان فيه إخفاض المستوى مما أدى لتسجيل الهدف الأول وتراخى المستوى الفريق، وأتى الثاني وتوالت الأهداف. بطولة كبيرة قدمتوها، وصلتم إلى دور الثمانية، بالتأكيد الجميع يحييكم على هذا الأداء الرائع، كلمة توجهها لزملائك اللاعبين ولأعضاء الفريق. أقول الله يعطيكم العافية، ما وصلتوا المرحلة هذا إلا أنتم كفوا للمرحلة هذه، وإن شاء الله القادم أجمل، وتحياتكم. كيف رأيت النقلة النوعية مع رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالطائف من حيث التنظيم والجهود المبذولة في النسخة الأولى؟ والله شوف، بالنسبة لفرق أداك رابطة الأحياء دوري منظم، وكان في شاركت فيه فرق قوية من أقوى فرق الطائف، وشايف أنت مردودة في الملعب، مردودة من الجمهور، وكان في حضور جماهيري كثير كبير، والله يعطيكم العافية، ونشكر رئيس رابطة فرق الأحياء. كل الشكر لك. بعد مغادرتكم البطولة هل ترشح فريق لنيل هذا اللقب؟ والله كل فرقة الطائف كويسة، وترشيح صعب، ممكن نرشح، والله ما صعب الرشح، نقول إن شاء الله إن بالتوفيق لكل الفرق. كل الشكر لك، كل الشكر للاعب سند الحساني، عفوا لاعب فريق نجوم الهدى. تغطيتنا مستمرة وعبر عدسة بازيدان برو، انتظرونا.